السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. ما تنساش تصلي على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. تحدي النهاردة ترقية ايكون اساسي. ما انا بقول لك لازم تعمل التحدي ده، ان شاء الله هيكلفك، بس لازم تعمل التحدي ده. التحدي ده جامد 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 فوق ما تتخيل. هتشوف في نهاية الفيديو ليه جامد. هو صراحة كل الناس اللي عملته تشكر في التحدي ده بطريقة بشعة. هو ده عايز بس تحديات، هو شوية بس مكلف، حاجة بسيطة بس طبعا يعني هيجيلك لاعب ايكون. ناخد اول تحدي، السعر بتاعه 65,000 كوين، وادي اسعار اللعيبة اللي فاتت دي، كل لاعب بسعر عشان تعرف بس ايه تجيب اللاعبين دي مظبوط. ان شاء الله يكون معاك 5 6 لعيبة هتريح شوية في التحدي ده. بالنسبة لأول تحدي، وشباب التحدي ده سهل ومش مش صعب، ممكن تعمله في اي وقت، بس طبعا عشان يجي لك حد معاكم كويس ان شاء الله. الحد التاني عايز بس 87 التقييم بتاعه، وعايز لاعب فوق 88. سعر التحدي ده هيكلف 148,000 كوين. انا جبت لك 4 لاعبين 88 بحيث يريحوا معاك. سعر التحدي شوية غالي بس طبعا ايكون، يعني لاعب ايكون فمش خسارة فيه بصراحة. خلصنا من التحدي، أنا هعمل التحدي قدام تمام، وهحط اللاعبين التانيين غير دول، بحيث إن أنت يعني تعمل لما تعمل التحدي ده أو تعمل التحدي ده براحتك، الاتنين متوفرين معاك. بس طبعا أنا هحط اللاعبين الموجودين معاك، مش هيكلفني حاجة مثلا كتير زي التحدي، بس طبعا لازم أعمله بصراحة، مينفعش أفوت التحدي ده. وادي اول تشكيله انا عملتها، يعني ما كلفتنيش حاجه بتاع الشمال. دي اول تشكيله، طبعا هو اللي بس اللعيب اللي ايه 89 غير معايا شويه. ماشيين اول تشكيله، طبعا هيجي لك باكجين تانيين غير باكج الايس، سيبهم دلوقتي ونصحهم في الاخر كلهم. وادي التحدي التاني 87، بس انا في لاعب ناقص، هحط اللاعب الناقص وخلاص تمام. ارسال اللاعبين دول عايز تعملهم براحتك موجودين يعني. بعد ما نمشي التاني تحدي 87، يلا مش مشكلة، اللاعبين مش عايزينه اصلا. هو كلفني مش واحد بتاع 50,000، وكل التحدي تقريبا 75,000 كوين. وادي التحدي خلص، وحياة حبيبك النبي، لو تدوس اشتراك وتفعل الجرس. هنروح نفتح التلات باكجات قدامنا، 3 باكجات حلمة ايكون وباكجين اللي هما مش لهم لازمة كده كده، مش متوقع منهم حاجة، بس هنفتحهم قدامكم. طبعا كده ماشي ماشي عادي، يجيلك واحد من واحد من لاعبين كاس العالم، يلا وديه. طبعا هاخد الجنسيات الغريبة عشان الجنسيات دي صعبة شوية. ماشي، ده تخش التاني بقى، التحدي التاني نفتح الباكج التاني برضو. انا مش متوقع منهم حاجة، انا مش عايز منهم حاجة اصلا، انا اهم حاجة الباك الاساسية اللي انا عايزها هي دي الباك اللي انا محتاجها. طبعا دي اللاعبين كاس عالم، انا هاخد برضو يلا ناخد برتغالي وناخد جنسيات تانية، هاخد الكولومبي ومش عايز الاكوادور. ماشي يلا، طير دول نديهم في التحدي ده اي حاجة مش مشكلة. ناخد مع بعض بقى التحدي الرهيب، التحدي المنتظر. افتح طبعا ايكون هولندي، يا خلط، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. طبعا خلط يا جدعان، يعني مش هقول لك حاجات غير طبيعية. وفي الملعب انا جربت عند واحد صاحبي، مش عايز اقول لك بيعمل كل حاجة في الملعب، هجوم دفاع ركنيات، صراحة رهيب رهيب يعني. هروح نشوف ساعة وكام في السوق مع بعض، هروح نجيب سعر في السوق، نخش على الانتقالات أو نعمل له مقارنة سعر. وهذه التشكيلة بتاعتي، خالد قرن الساعة، اللهم صل على النبي، 870,000 ومش موجود أصلا.
متنساش تعمل اشتراك. سلام عليكم.